اللي بعده. انت ايه علاقتك اللي انا كتبته عندي على قناه النيل في نقطه زي كده؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انت اتكلم كويس وخليك كويس في كلامك. بعد اذنك كابتن سيف، اوعى تقول انت مالك، احترم الحوار. انا احترمك وسامع صوتك وسامعك كويس. استاذ ايهاب، هتقول انت مالك تاني؟ هقول لك انت اللي مالك. استاذ ايهاب، استاذ ايهاب، بعد اذنك انا اللي بديل الحوار. بعد اذنك، مع احترامي لحضرتك الكامل والشديد، معلش هو بيوجه لي انا. لا، ما قلتش انت مالك. حد حضرتك فرصه الرد بس. ما رئيس رابطه النقاد الرياضيين. استاذ ايهاب، بعد اذنك انا ممكن ارد عليك رد باللي انت بتتكلم بيه. استاذ ايهاب، بعد اذنك. بص يا كابتن، ده مثلا مش هحط منه كتير. هما بيقولوا ان انت دايما بتعمل مشاكل في الوسط الرياضي، وان انت بتاخد ده من باب الشو او إثارة الجدل. رد. مش سكتي ولا تركيبتي. دي إجابة ولا شخصيتي بالمرة يعني. الأخ العزيز إيهاب الفولي كان ساعتها هو عضو لجنة النقاد الرياضيين او رابطه النقاد الرياضيين، نائب رئيس الرابطه. نائب رئيس الرابطه، وانا كنت بتكلم عن حاجه تخص مجموعه صحفيين، وهو بيعتبر وبيعتبر نفسه مسؤول عنهم، وده حقه 100%. في حاجه وصلته غلط، او حاجه اتفهمت غلط، بناء عليه هو انفعل وتوتر. لكن مع مرور الوقت هو نفسه بقى يعترف بكل اللي انا كنت بقوله، مع تكرار الوقت وانه قرب من الفيلد اكتر، وبقى وسط الناس اكتر، وعايش اهلي وزمالك وزمالك واهلي اكتر، فاصبح رايه غير الحسبه دي. لكن انا ساعتها طبعا ما كنتش اقصد ان يكون حد فاهم حاجه غلط في اساءه لصحفيين او اعلاميين. انا كنت موجود في الملعب بعلق على مباراه اهلي وزمالك، شفت مكان خاص بالصحفيين، وشفت اغاني طالعه من هذا المكان بنفسي، وسمعتها من هذا المدرج وهذا المكان المخصص للإعلاميين والصحفيين. بناء على كده أنا قلت، أنا شفت بنفسي وسمعت ناس بتغني وتتغنى بالنادي الأهلي من مدرج فيه صحفيين. أنا اللي شفت وأنا اللي سمعت. اللي عايز يقول أي حاجة تانية يقولها بقى، خلاص خدي الأمر. أنت بتتغناش في نادي الزمالك وأنت بتعلق؟ لما يكون كويس طبعا لازم أتغنى بيه. طب هم كانوا بيغنوا للأهلي عشان كويس؟ صحفيين، مش معلق رياضي. معلق. معلق رياضي. يعني انه المفروض انه يبقى محايد زي الصحفيين. انت زيهم. يعني ايه يكون محايد؟ هم بشر وحضرتك بشر. يعني ايه معلق يكون محايد زي الصحفيين؟ انا لعيب لعب كره حلوه بقول له الله انت لاعب عظيم، انت لاعب كويس. لو كانوا غنوا للزمالك كنت اعترضت؟ 100%. 100%. الموضوع اكبر من التفاصيل الرفيعه دي. هحاول اصدقك. لا لا لا، لازم تصدقني. او اقول لحضرتك خلي الساده المشاهدين والجمهور هم اللي يشوفوا اذا كانوا يصدقوا ما يصدقوش. صحيح. عشان كده هروح للي بعده. اللي بعده، محمد الجرحي يهاجم احمد الطيب، بيقولوا انه جمهور الاهلي طالبوا بعدم تعليقك على مباريات النادي بعد كده. ايه بقى تعليقك؟ بيقولوا نعتبرهم ان هم قالوا حصل ونفذوا. حصل فعلا. قبل كده كان المعلق الكبير الراحل الله يرحمه كابتن محمود بكر كان بيعلق في قناه النادي الاهلي على مباريات النادي الاهلي، ولما قال كلمتين على نص ملعب النادي الاهلي انه بطيء، النادي الاهلي خلى كابتن محمود بكر الراجل القامه الكبير العظيم ده بره النادي الاهلي. اذا ما كنتش مع النادي الاهلي في الحلو يا كابتن، دي قناه بتاعه النادي، مش يعني مش مطلوب منها انها تكون محايده. يبقى مش مطلوب منك اصلا قناه يبقى محايده. يبقى مش اسمها قناه الاهلي. يبقى مش مطلوب منك زي قناه الزمالك. يبقى مش مطلوب منك انك تبدي رايك واوامرك في قناه مش بتاعتك. اتدخل ليه في شوف انت اللي قلتي. الجمهور انت اللي قلتي دي قناه الاهلي، ويطلب اللي هو عاوزه. انت اللي قلتي دي قناه النادي الاهلي. الجمهور هو اللي ممكن يشغلك، هو اللي ممكن يقعدك في البيت. لا لا لا، مين قال كلنا شغالين يا ست للناس الكل؟ انت مش اي حد. للجمهور وللمشاهدين. لا لا لا، مش الزبون عايز كده. اوعي تشتغلي الزبون عايز كده. انت لا، مش كده. لا، حضرتك شقلبت الكلام. انت مش كده. انت بتقدمي حاجه توجهي الجمهور. انا هسيبك تكمل. انت بتوجهي الجمهور للصح والاصح واللي يتناسب مع طبيعه وثقافه المجتمع ومصلحه الوطن. لا، انت بتوجهي بناء لا على كده. لا، لكن الجمهور عايز لا شمال اروح شمال. لا، بكره لا عايز يمين اروح يمين. لا، على فكره لا التفسير ده غلط. انا بعرض للجمهور والجمهور هو اللي بيختار. لحظه، في فرق. في فرق مش مش موجه. لا لا، في فرق. في فرق. معلش انت ما قلتهاش كده ولا الأول. بوجه انت ما قلتهاش كده الاول. معلش انت اللي بتقلب الكلام. لا معلش، الكلام واضح. انا كلام. يعني انت يعني انت يا كابتن بتوجه الجمهور؟ بوجه الجمهور؟ اه، ده دوري ان انا اثقف الجمهور، اثقفه
ووجهه للصح تصحف والاصح. تصحف مش توجه، في فرق كبير. لا لحظه، الصح بقى توجه احنا للصح. مش اوصيه على الناس يا فندم، توجه للصح توجه. لا بص بص، لكم دينكم ولي دين. انا بقول انت عايز تمشي معايا في السكه دي وتقتنع باللي انا بقوله اقتنع، مش عايز لكم دينكم ولي دين. عندك قناه خاصه بيك استمتع بيها يا اخي واللي انت عايزه، لكن ما تفرضش رايك على غيرك، خصوصا لما يكون مفيش لفظ خارج ولا اساءه للنادي وكيانه ولا تقليل من شأن مسؤول ولا الإساءة للاعب وموهبته. طالما ما فيش الكلام ده خلاص نورماندي تو، انطلق جهد، ولا حد يعطلك. لو حد عايز يعطلك هو اللي غلطان. إذا احنا سمحنا للناس المشاهدين أنا حاسبكم أنتم اللي توزنوا كلامه وتحكموا، لأنه أنتوا الحكم الوحيد اللي ما فيش بعده كلام. ايه هو ده؟ مين الحكم الوحيد اللي مش بعد الكلام؟ الجمهور. عندك مش كل عطلت. الجمهور احنا فاهمين غلط. انا بتكلم على الجمهور، احنا فاهمين غلط. مش انت حضرتك اللي قلت ان هو الجمهور اللي ليه؟ هو ليه انت موجوده هنا دلوقتي هنا كده في المكان ده ومكانتك دي ليه؟ عشان تسمعي كلام الجمهور. عشان تسمعي كلام الجمهور وتمشي وراه. لا انا ما قلتش عشان كده. انت ترسخي قواعد. انت بتقولي كلام ليه ما قلتوش؟ عشان انا يا فندم قلت حضرتك عشان ترد صح لازم تفهم السؤال صح. انا قلت في فرق بين التثقيف والتوجيه. انا مش وصيه على الجمهور، الجمهور هو اللي بيحكم. انا عليا دوري اني اوضح للجمهور وهو في الاخر يشوف اذا انا صح ولا غلط وياخد قراره. لحظه انت لما بتثقف براحته، يسمعني ويسمع غيري، يسمعني ويسمعك. اتكلم انا؟ ما انا ساكته اهو عشان تتكلم. اوكي، التثقيف والتوجيه. انا لاني انا عارف الصح والاصول، مش هو انا شخصي احمد، انا كاعلامي يعني في مجال الاعلام. انا يهمني جدا ان انا اوجه الجمهور للاصح، للاصح اللي انا اصلا عارفه بناء على ثقافتي انا، مش انا كاحمد، انا كاعلامي، وبناء على القواعد اللي بيبنى عليها العمل الاعلامي. لكن انا ما اقعدش امرجح في الجمهور اوديه كده واجيبه كده واعمله كده. لا مش عمال على بطال. طب انا هقول لك حاجه بس ما تزعلش مني. اتفضلي. احنا في شهر فضيل يعني. كل سنه وانت طيب. ومن تواضع لله رفعه. ومحدش عنده الحقيقه المطلقه ولا حد بيقول انا اللي عارف الصح. دي وجهه نظرك على في فكرة. الاخر. انا لما قلت انا اللي عارف الصح ما قلتش انا احمد. الجمهور برضه هو اللي بيختار. لحظه بس معلش انا كررتها، قلت انا ما اقصدش انا احمد، اقصد انا كاعلامي اللي هو حضرتك واي حد اعلامي. طب معلش لكن مش انا كاحمد عشان ما تقوليش الكلام غلط. حضرتك قلت انا. ايوه انا الاعلامي مش انا احمد. انا بصفه الاعلامي اللي موجود ممكن يكون زيد ابراهيم عبيد بسمع عنايات زينات. حضرتك اللي قاعد قدامي. نعم مش حضرتك اللي قاعد قدامي. اه طيب انا مش بتكلم عن نقيب الاعلاميين، انا بتكلم مع حضرتك وحضرتك تمثل نفسك فقط. على فكره الكلام عمال يروح في سكك معلش يعني غير منطقيه بالمره. معلش لا. يعني معلش طيب معلش. نسيب الناس تحكم بعد ما تسمعني وتسمعك. يعني انت انا راضيه. ما طبعا نسيب الناس تحكم. خلاص احنا مختلفين دلوقتي، خلاص خلي الناس هي اللي تحكم. سادة المشاهدين انا عايزاكم تحكموا. يعني انت كل يوم الصبح بتفتحي السوشيال ميديا تشوف الجمهور عايز ايه، تيجي بعد الظهر تديهم الوجبه دي؟ هو انا قلت كده؟ ما ده معناه كده. حريك عصبت ليه وصوتك خالص. انا خايفه على صوتك. لا ما تقلقيش عشان توفره للتعليق. لا ما تقلقيش ما تقلقيش زي الفل يعني نحوشه كده. ما تقلقيش.